ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده المره دي هيبقى ريفيو عن فرشه الشعر بتاعت راش براش. قلت في ناس كتير بتفكر تجيبها وفي ناس كتير مش بتلاقي لها ريفيو. يعني انا لما جبتها ما لقيتلهاش ريفيو كتير قوي، بالتحديد ريفيو بشكل مصداقي او بمصداقيه عاليه. حسيت ان في كلام كان بيتقال عليها وما حسيتوش فيها يعني، فحسيت ان الموضوع ما كانش مصداقي قوي، فانا قلت اعمل فيديو يبقى فيه مصداقية اكتر. يعني اولا هي بتيجي في البوكس ده كده، ولما بتفتح البوكس بيبقى هنا الفرشة وبيديك التوكتين من دول، اللي هي الكليبسة او الحاجة اللي بتمسكي فيها شعرك عشان تعملي توكتين. بس التانية يعني موجودة، بس مش عارفة فين دلوقتي. في راس شواحن واسلاك وحاجات وكده، مش شواحن، السلك بتاعها. يعني الفرشة نفسها مبدئيا كده هي سعرها ب 1300 او ب 1200 تقريبا، كنت جايبها بالسعر ده كده. معرفش هي دلوقتي غليت او رخصت او مش عارفة، بس انا هحط لكم اللينك اللي تقدروا تجيبوها منها. بتوصل لدرجة حرارة 230، بتشغليها من الزرار ده وبعدين بتفضلي تستني لحد ما توصل ل 230. ودي بالنسبة لي كانت درجة حرارة معقولة جدا وكويسة قوي وتفرد الشعر. هكلمكم شوية عن مميزاتها الاول. اولا هي سريعة جدا جدا جدا، يعني ممكن تخلصي شعرك كله وبضمير، ممكن يقعد مثلا بتاع نص ساعة. في حين مثلا البيبي ليس العادية اللي هي المكوة السيراميك ممكن تقعد معاكي ساعة. الميزة التانية بتاعت راش براش بالذات، مش اي ماركة تانية، ان بتاعت فرشة راش براش مش بتقصف الشعر، يعني مش بتقطعه ولا بتوقعه. يعني انت في الفرشات التانية خصوصا في التكنيك الفرشة دي اللي هي بتطلع حرارة، معظم الفرش بتقصف الشعر وبتوقعه، وتلاقي ان انت بعد ما خلصتي شعرك كله واقع وانت بتعمليه. فلا دي خالص، لا مش بتوقع الشعر الا لو انت شعرك بيقع اصلا طبيعي، فطبيعي هيقع يعني. غير كده ما حسيتش انها بتقصف الشعر خالص. تالت حاجه ودي بالنسبه لي عيبها وميزتها، يعني اولا بتخليه طبيعي، يعني شعر ناعم او كل حاجه بس طبيعي، مش شعر مكوي لسه. يعني بحس انها بتخلي فيه تمويجة بسيطة في الشعر، اكنه شعرك مكوي او اكنه شعرك ناعم طبيعي. لو انت شعرك كيرلي او لو انت شعرك مموج زيادة، فما حسيتهاش قوي انها بتبقى عاملة زي البيبي ليس السيراميك بقى العادية اللي هو بالبخار بتاعت راش براش. برضو مش حاسه ان هي نفس الفرق، يعني حاسه دي بتدي منظر لوك طبيعي اكتر، يعني شعرك طبيعي مش ان انت قويه ولا حاجه. فاعتقد لو انت شعرك يعني ضايع خالص 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 ومقصف ومحتاجة تكويه بقى بدرجة حرارة جامدة وليس وكده، ما اعتقدش دي هتبقى احلى حاجة ليكي او هتديكي الفينش اللي انت عايزاه. فما حسيتش ان انا ممكن مثلا لو شعري مموج قوي وكيرلي وخشن ومحتاجة بقى حاجة تفرده قوي وتديله شكل الانسيابي ده او الشكل الناعم ده، ما حسيتش ان دي هتعمل كده. يعني اللي هو دي اخرها انها تديني شكل اللوك الطبيعي بتاع البنات اللي شعرها ناعم عامه. لكن دي مش هتفيدك قوي لو انت شعرك بايظ خالص ومحتاجه ان انت تديله مظهر جامد جدا وكده، فلا مش حاسه انها ممكن تعمل كده. يعني انت لو هتدفعي فيها 1300 زودي شويه وهاتي المكنه بتاعه البخار بتاعتهم، برضو دي تحفه تحفه تحفه، بتدي شكل تحفه للشعر. لكن ما تحطيش فلوس فيها وانت شعرك مش محتاج مكوى ومحتاج حراره ومحتاج حاجه كده، خصوصا البنات اللي داخله على الجواز وبتفكر بقى تجيب حاجه تستعملها على طول وكده. فما حسيتش ان دي هتفيدك قوي، وممكن يعني تندمي ان انت جبتيها. بس ان انت ممكن بفلوسها او تزودي عليها حاجه بسيطه وتجيبي حاجه احسن. لكن كوجهه نظر النهائيه فهي دي حلوه للناس اللي شعرهم مش محتاج قوي. بس اهم حاجه ان نختار معاها سيروم كويس جدا للشعر، لان يعني يتحط بعدها على طول، لان هي محتاجه سيروم عشان طبعا زي اي حراره او ما بنعملها بنحتاج ان احنا نهدي الهيشان بسيروم. وبكده نكون خلصنا الريفيو. يا رب يكون نوعية الفيديو دي عجبتكم، وان شاء الله الفترة الجاية هجرب مع حاجة جديدة واجي هقول لكم تجربتي بكل مصداقية. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده وتكتبوا لي في الكومنتات اسئلتكم. بس كده، باي باي.